بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية، اليوم محاضرتنا بعنوان General Urine Examination، فحص الإضرار العام لمادة الفيزيولوجي للبراكتيكال. عندنا بالبداية راح نتعرف على الـ Urine Sample، الـ Methods of Collection، شنو اصلا هو اليورين سامبل، شلون احضر البريبريشن مالته والاكزامينيشن مالته. بالبدايه تعريف بسيط لليورين اناليسيس اللي هو تحليل الادرار اللي راح استقلاني. اليورين اناليسيس از لابوراتوري تيست، ات كان هيلب يور دكتور ديتكت بروبلمز ذات مي بي شون باي يور يورين، اللي هو عباره عن تيست اقدر اسويه مساعده على مود الطبيب يساعد بتشخيص المريض بصوره افضل، شوف المشاكل شنو الموجوده بالادرار ويعطي علاج على ضوء هذا الريبورت. Many illnesses and disorders affect your how your body removes waste and toxins that organs involved in this are your lungs, kidneys, urine tract, skin and bladder. Problems with many of these can affect the appearance, concentration and content of your يورين. اذا اي مشاكل بهذن الاعضاء الاورجانز اللي هن الرئات، الكلى، القناه اليوريناري تراكت، قناه الجهاز البولي، وسكن الجلد، والبلادر المثانه، اي مشاكل تكون بهاي المناطق راح تاثر على شكل وتركيز والكونتنت مال اليورين. Urinalysis is not the same as drug screening or pregnancy test, although all three tests involve a urine sample. اذا هو عندي مو مثل البريجننسي تيست او الدراج تيست، بس انه يشابه به اذا ثلاثتهن اقدر اخذهن عن طريق اليورين او اشتغل عن طريق اليورين. Why urinalysis is done؟ انا ليش اسوي التحليل الادرار؟ Urinalysis is done often لاسباب عديده. أول شيء عندي prior to surgery، قبل عندي العملية أسوي هذا التست. As preventive screening drug a pregnancy checkup، كإجراء وقائي خلال الحمل، عامل تشيك الحمل عند الومن. As a part of routine medical or physical examination، وكإجراء روتيني أو فحص روتيني للpatient. Your doctor may also order this test if they suspect that you have certain conditions such as، وذن الطبيب أيضا يطلب هذا التست إذا يحس أو إذا يفحص المريض يشوف عنده certain conditions، حالات خاصة مثل diabetes, kidney disease, liver disease, urinary tract infection اللي هو التهاب المثانة البولية UTI. وif your doctor، if you have already have a diagnosis of for any of these conditions، your doctor may use your analysis to check on the progress of treatment or the condition itself. Your doctor may also want to do a urinalysis if you experience certain symptoms including. إذن الطبيب أيضا أكو أسباب أخرى يطلب عندها من البيشنت إنه يسوي تحليل الجنرال يورين إكزامينيشن إذا شك عدة أعراض التالية اللي هي abdominal pain، ألم بمنطقة البطن، وback pain، ألم بمنطقة الظهر، وblood in your يورين اكو يكون دم بالادرار، وبينفل يورينيشن، شخص من يصير عنده ادرار راح يتالم من راح يصير الادرار. اذن الاعراض كلهن اذا شخص عانى من عندهن الطبيب يقدر يطلب من البيشنت تحليل الجنرال يورين اكزامينيشن عم يفحص البيشنت. When is your analysis performed؟ شو كنت انا اسوي هذا التحليل؟ The test، the general urine test is useful in many cases. At the routine checkup, when there are symptoms of UTI, تمام، اللي هو urinary tract infection، ومنيكولان ديسيريا اللي هو عسر بالإدرار، والurinary frequency when there is hematuria اللي هي يكون هناك الإدرار يكون بدم. Individuals presenting high risk of renal disease should undergo general urine test as a routine check for prevention at regular intervals as determined by the physician. This risk is related to diabetes mellitus, high blood pressure, where family history of chronic renal disease, where elderly individuals. معنات انه الاشخاص اللي يعانون من
high risk من renal disease مشاكل بالكلى should undergo general urine test لازم يسوون هذا الجنرال يورين examination كإجراء احترازي وروتيني على مود يمنعون هاي المشاكل اللي راح تصير بيه. How should the patient prepare for urine analysis؟ وشون يكون المريض يتحضر قبل هذا التست؟ A small amount of urine, about 20 ml, should be collected in a sterile, completely clean urine collecting container. وأنا أجمع اليورين تقريبا بالكب اللي هو يورين نطلق عليه collecting container. أجمع بيه تقريبا 20 ml. It is preferable to collect the first morning urine through a random urine sample. Though a random urine sample can also be used. أفضل شيء عندنا إحنا طريقة بالmorning بالصباح أجمع الدم ليكون أكثر شيء تركيز موجود بيه. The urine sample should be as fresh as possible when tested. You should be aware that some drugs and nutritional supplements may influence the test results. إذا أنا عدي الأدوية drugs بعض الأدوية ونutritional supplements اللي هي المكملات الغذائية هذني يأثرا على النتائج مال general urine examination مالتي. If you take vitamin C إذا أخذنا فيتامين C والأنتيبيوتيكس مواد المضادة والدرجز والأدوية for Parkinson's disease لمرض الباركنسون you should inform your physician لازم نخبر أو يعني نعطي خبر للطبيب مالتنا. The same applies in case you have high fever or heavy physical exercise has proceeded. تمام؟ إذا سويت proceed لل exercise heavy physical exercise وأدي high fever أيضا لازم أخبر أو أبلغ الطبيب. Urine How is urine analysis performed? شلون اسوي انا هذا التحليل؟ Once the urine sample is obtained, it is taken to the biochemical laboratory. The sample is then examined microscopically with the use of special analyzers. تمام؟ اللي هو انا مجرد اجمع العينه واوديها للمختبر. المختبر راح يبدي يشتغله بالمايكروسكوب و اللي يكونون مسؤولين عليه التقنيين الخاصين بهذا التحليل او المختصين بهذا التحليل. هسه انا عندي راح نبدي نتعرف على طرق جمع عينه الادرار يورين كولكشن ميثودز. اول شيء هاو شود اي كولكت اند ستور يورين سامبل. اول شيء عندي ليبل استيرايل سكرو توب كونتينر وذ يور نيم ديت اوف بيرث اند ذا ديت اللي هو مال اليوم اللي راح تسحب بيه هذا العينه. مجرد اخلي ليبل على الكفر مال الكونتينر اللي فوق اكتب بيه الاسم او اسم او تاريخ اليوم او تاريخ سحب هاي العينه شوكت. النقطه الثانيه wash your hands. والنقطه الثالثه start collect a sample of urine midstream in the container واجمع من عينه الادرار ب midstream منتصف عينه الادرار بالكونتينر وسكرو ذا ليد of the container shut واغلق الكفر ماتي. wash your hands thoroughly وتتم عملية غسل اليدين بالاخير بنهاية عملية الكولكشن لجمع عينة الادرار. عندي هنا طرق لجمع عينة الادرار تقريبا خمس طرق. اول طريقة random collection عندي taken at any time of day with no precautions regarding contamination. The sample may be dilute isotonic or hypertonic and may contain white cells, bacteria and squamous epithelium as contaminants. In females, the specimen may contain vaginal contaminants such as trichomonas, yeast and drug mints red cells. إذا أنا عندي هاي العينة الحلو بيها والمنفشي المميز بيها إنه أقدر أخذها بأي وقت لأن اسمها العينة العشوائية أو الجمع لعينة الإدرار العشوائي الراندوم. هاي بناخذها with no precautions regarding contamination. ماكو أي إجراءات احترازية لعملية التلوث أو التلوث. النقطة الثانية عندي العملية الثانية early morning collection بالصباح المبكر أجمع هاي العينة. Early morning collection of the sample before ingestion of any fluid. This is usually hypertonic and reflects the ability of the kidney to concentrate urine during dehydration with which occurs overnight.
وهاي عندي العينة أكثر شيء أستخدمها الصبح، وقبل لا يكون أي أتناول أي وجبة وأشرب مثلا أي شراب أو ماء قبل هاي كلها، لازم أنا مطي هاي العينة، وهاي تكون هايبرتونيك، وهذا بالتالي يعكس القابلية أو قدرة الكلى على تركيز الإدرار خلال أو during dehydration. If all fluid ingestion has been avoided since 6 p.m. the previous day, the specific gravity usually exceeds ال تقريبا 1.022، هاي تقريبا بدل ال L يصير واحد بدل ال L in healthy individuals. إذا أنا مجرد ما يكون أي ingestion يعني أي هضم لأي مواد أو سواء جنبت أنا من ال السادسة مساء باليوم القبل لا أجمع به العينة، يعني مثلا 6 العصر قبل يوم التزمت ما شربت أو أكلت أي شيء لحد ثاني يوم الصبح، هاي العينة راح أقدر أخذها وراح تكون الكثافة أو كثافة النوعية مالتها تقريبا تعبر 1.022. تمام. النقطة الثالثة عندي طريقة العين الجمع الثالثة اللي هي clean catch midstream urine specimen collected after cleansing the external urethral meatus, a cotton sponge soaked with benzyl conium اللي هو hydrochloride is useful and non-irritating for this purpose. لهذه العملية midstream urine is one of in which the first half of the bladder urine is discarded and the collection vessel is introduced into the urinary stream to catch the last half. إذا أنا عندي أتخلص أول نصف من الإدرار، النصف الأول أتخلص من عندي وأخذ النصف الثاني الآن نطلق عليه ال midstream. The first half of the stream serves to flush contaminating cells and microbes from the outer urethra prior to collection. This sounds easy, but it isn't. Try it yourself before criticizing the patient. إذا أنا عندي هاي الجزء الأول اللي يتخلص من عدة راح يتخلص لي من الخلايا والميكروبات اللي تحتوي على المواد الملوثة. إذا هذه الطريقة تكون تقريبا أهم طريقة موجودة بعمليات الجمع العينة الإدرار. عندي الطريقة الرابعة اللي هي الكاثيتوريزيشن القسطرة. عندي البلادر تكون بيها المثانة خلال الإحليل تكون هنا العملية جمع اليورين carried out only in special circumstances in a comatose or in confused patients. This procedure risks introducing infection and traumatizing the urethra and bladder, thus producing iatrogenic infection or hematuria اللي تكون عدوى بالتريتمنت بالعلاج، وهيماتيوريا اللي قلنا عليها تكون الإدرار بي يكون بلات. النقطة الأخيرة عندي السوبرا بيوبيك ترانس ابدومينال نيدل اسبيريشن اوف ذا بلادر. هاي الطريقة من راح تصير بتحت الظروف المثالية under ideal conditions. This provides the purest sampling of bladder urine. This is a good method for infants and small children. إذا هاي من راح تتم تحت الظروف المثالية راح تكون من أنقى وأفضل طرق لجمع الإدرار بالمثانة. وهاي الطريقة راح تصير أو تتم إلى الأطفال العمرهم يكون صغير و الرضع أو الأطفال حديثي الولادة. تمام. إذن هذا كل ما يتعلق بالcollection of blood. أدي هاو are the results of your analysis interrupted. شلون أفسر نتائج بتحليل الgeneral urine examination. general urine features عندي يعني الخصائص العامة لإدرار الكالر الابيرنس المظهر مات الأدر الاسميل اللي هي الرائحة والسبيسيفيك جرافيتي كثافة النوعية والبي اتش اللي هي الحموضية مال الإدرار. عندي الكالر normal urine has a light yellow to dark amber color. إذا يكون هو لونه تقريبا أصفر فاتح أو dark amber
قرار عادي الابيرنس المظهر مالته يورين از نورمالي كلير، دائما او عادة يكون لونه كلير شفاف او ما بي اي كلامبينج خلينا نقول. if containing pus, blood or salts it appears cloudy، اذا يحتوي على البص بداخله او blood او املاح راح يظهر كأنه هو يكون cloudy على شكل الغيوم مغيم، يعني تقريبا شكله ابيض لي فوق يصير. الاودر مات السميل urine normally does not have a very strong smell، ما عنده تقريبا رائحة قوية جدا. if you got a whiff of something particularly مثل شنو مثلا يعني رائحة معينة مثل البانجنت، يعني إذا جتني فد ريحة يعني شلون نقول فد شيء كلش حارق خلينا نقول للأنف، يعني ريحة كلش قوية. you might have a urinary infection or urinary stones which can create an ammonia like odor. إذا عندي هاي اللي شميت مثلا هاي الريحة القوية جدا خلينا نقول مجرد حتى يجوز احتمال تأذي الأنف، هاي الريحة معناته انه اكو عدوى بالجهاز البولي او تكون هناك حصى، يعني اكو حصى بالجهاز البولي which can create ammonia like odor، وريحته تكون تقريبا ريحة الأمونيا. A specific gravity normal values of urine specific gravity ranges from 1010 لحد 1025 25. اذا هاي النسب الطبيعية للسبيسيفيك جرافيتي لليورين، وايضا عندي البي اتش اللي هو الحموضة اللي اخذناها the normal urine pH values around 6.0 اللي هو تكون شنو تقريبا acidic، اذا هاي تكون normal pH value لليورين. احنا اخذنا كسمري راجع محاضرتنا هذا اليوم، عرفنا شنو تحليل اليورناليسيس، وعرفنا شو وقت اسوي او شو وقت يطلبه الدكتور من عندي الطبيب، تمام؟ ليش انا اسوي هذا التحليل او شو وقت، والمريض شو راح يتحضر هذا التحليل prepared for analysis، وعدي تحليل الادرار الجراء مالته وطريقه جمع عينه الادرار، وذكرنا تقريبا عده خمس طرق تبدي من الراندوم كولكشن والارلي مورنينج كولكشن والكلين كاتشمنت ستريم يورين سبيسيمين والكاتيتريزيشن القسطره قلنا وسوبر suprapubic transabdominal needle aspiration of the bladder، وعرفنا شنو ال results of urinalysis interrupted اللي راح تكون او كيفية تفسير نتائج التحليل الادرار العام، قلنا بدي من الكالر والابيرنس والادر والسبيسيفيك جرافيتي والبيتش، وكل واحد يعطيني شغلة معينة موجودة بهاي السامبل لهذا البيشنت. هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا الأسبوع، شكرا لحسن الاستماع والإصغاء طلاب، نشوفكم إن شاء الله بالأسبوع المقبل، مع السلامة.